لسه كلامنا مستمر عن رحلة أوائل الدفعات السابقة في الثانوية العامة، لسه كلامنا ما خلصش. معانا دلوقتي على التليفون واحد من أوائل الشعب العلمية دفعة 2022 السنة اللي فاتت، هو محمد عاطف الشيمي. خلينا نعرف إيه أخبار محمد، دخل كلية إيه، عمل إيه، حقق إيه من خططه لمستقبله. محمد صباح الخير عليك. صباح الخير. إحنا عرفنا محمد إن أنت دخلت كلية هندسة قسم ميكاترونكس، ليه بقى ميكاترونكس؟ إشمعنى؟ يعني هو انا كان بيني اقسام كتير وبتاع، وانا كنت احترت في الاول من بينهم، مش عارف اللي مستقبلها حلو واللي اللي بيقولوا بقى دي مستقبلها حلو، اللي دي فيها كذا دي فيها كذا. بس انا دخلت القسم اللي انا كنت حاسه حابه اكتر بكتير. يعني انا مثلا كنت في بكده بحب الفيزيكس اكتر مثلا عن الناس وكده، هو بالنسبة لها مثلا ده ميكاترونكس كان اختيار أفضل ليا. طيب محمد، هل اختيارك للميكاترونكس كان اختيار شخصي، ولا كان في حد وجهك وقال لك إن ده المستقبل وده يعني هيكون قسم واعد وفيه فرص عمل أكتر؟ ده كان عادي شخصي، هو يعني هو كان شخصي برضه، وسألت سألت حواليا مثلا ده ايه وده ده كويس، بس في الاخر برضه في الاول في الاخر كان شخص. طبعا محمد انت عارف انه قسم او تخصص الميكاترونكس من اهم التخصصات او المجالات المطلوبه بقوه في سوق العمل ان كان الحالي او حتى في المستقبل، بس ده هيتطلب منك ان انت يكون عندك سكيلز مختلفه او مهارات كمان تانية. انت ناوي تعمل ايه عشان تحقق اكبر قدر او يبقى عندك اكبر قدر من المهارات دي بجانب دراستك في قسم الهندسه، طبعا قسم ميكاترونكس؟ يعني هو عادي، هو المفروض اصلا اي حد في الكليه ان هو يشوف له مثلا حاجات كورسات مثلا من بره الجامعه، الحاجات تتشاف لوحدها، علشان وتدريبات في شركات مثلا وكده، عشان في حد يطبق. لازم كل قسم مهما كان لازم برضه الشخص يتميز فيه، عشان يعني لو عايز يتعين بعد كده هو يبقى مختلف عن كل اللي طلعوا زيه. طبعا بشكرك شكرا جزيلا. محمد عاطف الشيمي الثالث علمي رياضه دفعه 2022 وطالب حاليا في كليه هندسه ميكاترونكس، وبنتمنى لك دايما التوفيق وحظ موفق دايما يا محمد. نشكرك شكرا جزيلا.